ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وهو الزر الأحمر الموجود تحت الفيديو، وكذلك تضغطوا على الجرس الموجود تحت الفيديو، هكذا باش توصلوا بكل ما هو جديد. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في عالم ملاك. فيديو ديال اليوم جيتكم مملحة سهلة مهلة بشكل جديد وبدون عجين، كتجي رائعة في المذاق وبحشوة اللي هي جد رائعة، كيصلحوا بزاف في شهر رمضان الكريم، لأن كننبهوا بزاف هاد النوع من المملحات اللي كيكونوا سهلين مهلين وكيجيو في نفس الوقت لذاذ بزاف. ممكن كذلك تقدموهم للضيوف ديالكم، فإلا كان يهمكم الفيديو خليكم معايا وتبعوا الفيديو للآخر. واول حاجه غادي نبداو نحضروها هي الحشوه. فاول حاجه كما تشوف مقلات وضعت القليل من الزيت، وهنا عندي يعني جوج ديال البصلات يعني مقطعين بهذا الشكل هذا، يعني غادي نخلي هذا البصل ديالي يتشحر شي شويه، من بعد غادي نضيف له ثوم بودره. بالنسبه للثوم بودره ممكن انكم تعوضوها بثوم طريه، وغادي نضيف كذلك القليل من الملح والقليل من الفلفل الاسود، وصافي غادي نخلي البصل ديالي حتى ينزل شي شويه. ومن بعد غادي نضيف الخضروات اللي انا عندي هنايا جزره كبيره اللي حكيتها، وكذلك يعني حبه ديال القرعه او القرع الاخضر حتى هي حكيتها في الحكاكه بهذا الشكل هذا. يعني ضيفوا الخضروات اللي حبيتو في هذه الحشوه. ومن بعد ضفت يعني القليل من البقدونس، بعد غادي نخلي الخضروات ديالي حتى تنزل جيدا في هذيك يعني حتى تنزل جيدا وطيب. ومن بعد يعني غادي نضيف القليل من الحار، يعني بالنسبه للحار فكيبقى اختياري، يعني كما حبيتو بغيتو ضيفوه ضيفوه، ما بغيتوش على حسابكم. فصافي ما عليا الا نخلي الحشوه ديالي حتى تطيب تماما الخضروات كلها، ومن بعد غادي نتركها جانبا باش تبرد. دابا غادي ناخذ خبز التوست، يعني خذوا يعني النوعيه اللي حبيتو، اما يكون يعني من القمح الكامل او لا يكون يعني عادي. فكما شفتوا هنايا خديت جوج حبات ديال التوست، ودابا غادي نقطعهم يعني الى دوائر. كما شفتوا خديت انا واحد الكاس، او لا تاخذوا قطاعه يعني على حسب المتوفر اللي كيكون الحجم ديالو كبير، وتقطعوا يعني جوج دوائر من التوست. كذلك بالنسبه للقطعه الثانيه ديال التوست حتى هي غادي نقطع نفس الدائره. ومن بعد غادي نجيب قطاعه صغيره، اولا ممكن تستعملوا كاس اللي يكون حجمه حتى هو صغير ديال اتاي، واحد القطعه تقطعوها بهذا الشكل هذا بحيث ان تجي عندنا هذا الشكل اللي غادي نحطوها فوق من القطعه الدائريه الاولى، وتجي عندنا هذيك الخويه في الوسط هي اللي غادي نديروا فيها الحشوه، فكيعطينا هذا الشكل. غادي نصايب معكم وحده اخرى. بالنسبه لبقايا الخبز فانا كنديرهم هكا في واحد الساشي او لا زيبلوك باك، كنديرهم في الثلاجه، وفاش كيكون عندي هكا الوقت كنحمرو في الفران ومن بعد كنطحنو، وكيبقى ليا يعني خبز محمص نقدر نقلي فيه الدجاج الحوت، يعني نستعمله في عده وصفات. كما شفتوا هنا كذلك هاد الدوائر الصغار احتفظت بهم. هذا هو الشكل ديال الخبز يعني اللي حصلت عليه، ديال اللي غادي نصايبوا به مملحه، يعني باش نلصقوهم مع بعضياتهم هاد الدوائر هادو. غادي ناخذ القليل من المايونيز او الجبن او اي صوص حبيتوا انكم تدهنوها، غير باش تلصقنا يعني الطبقه التحتانيه مع الطبقه الفوقانيه. ضروري تدهنوا شي حاجه يعني مايونيز او لا او لا جبن او لا اي حاجه حبيتو.
من بعد فاش لصقتهم غادي ناخذ الحشوه كما شفتم. بعد ما بردت انا خديت الحشوه صفيتها كلها بهذاك الزيت، يعني صفيتها بالزيت كله باش هكا تجيني ناشفه اكثر ما تجينيش مزيته. ومن بعد خديت يعني علبه ديال الطون، ممكن انكم تستعملوا كفته او لا دجاج او لا يعني اللي حبيتو، كذلك ممكن انكم تخليوهم غير بالخضروات، يعني كتبقى الحشوه اختياريه. من بعد جبت هنايا جبن المبشور، يعني استعملوا اي نوعيه حبيتو. وغادي نخلط الكل جيدا باش نحصل على حشوة. ومن بعد ما عليا الا نعمر هاد المملحات ديالي كما شفتوا بهذا الشكل هذا. صراحه ساهلين ماهلين، ما يحتاجوش العجين، وكيجي الشكل ديالهم راقي وكيجيو زوينين زوينين بزاف. فكما قلت لكم الحشوه دائما كتبقى اختياريه، ممكن انكم ديروا اي حشوه، ولكن هاد الحشوه بالضبط راه كتجي لذيذه بزاف. يعني وضعتهم في صينيه كما شفتوا اللي غادي يدخلوا للفرن اكيد. ومن بعد يعني غادي نضيف لهم القليل من الجبن المبشور الفوق، فكيبقى اختياري. الا بغيتوا ضيفوه ضيفوه، ما بغيتوش ما تضيفوش، يعني هو اصلا الحشوه راه فيها الجبن الداخل. من بعد جبت القليل من الزبده المذابه، وغادي ندهن الجناب ديال خبز توست يعني بهذا الشكل هذا ديال هذه المملحه هذه. نحاول انني ندهن غير الجناب يعني باش هكا فاش ندخلهم للفرن يتحمروا ويعطوني واحد القرمشه زوينه. فيعني ضروري بهذه المرحله انكم تدهنهم بالقليل من الزبده، القليل فقط يعني ما تكثروش بزاف. وصافي من بعد ما ليا الا ندخلهم للفرن على درجه حراره 180 درجه، ما كياخذوش بزاف ديال الوقت، فقط دقائق. ومن بعد نخرجوهم ويكونوا عندنا مملحات جاهزين. كما شفتوا هنايا عندي هاد القطع هادو اللي دهنتهم بالقليل من الجبن، يعني جبن كريمي القابل للدهن، يعني اي نوعيه استعملوا. ومن بعد جبت الحشوه المتبقيه وجبت هاد القطعه اللي ديجا قطعت بها. ممكن انكم ديروا ديك الحشوه الفوق غير بشكل عشوائي، يعني غير بالمعلقه، انا فقط غير باش هكا يعني يجوا متساويين ويعطيو شكل جميل، فاستعملت نفس القطعه اللي قطعت بها التوست، هذه القطعه الصغيره. وصافي بقيت كندير الحشوه بهذا الشكل هذا الموضح في الفيديو. وصافي وما عليا الا ندخلهم للفرن. انا ما غاديش ندير عليهم الجبن من الفوق، فيعني كيبقى اختياري، ممكن انكم تضيفوا لهم الجبن. ما بغيتش يعني دوك الالوان ما يبقاوش باينين ديال الخضروات، فبغيت نحتفظ بهم بهذا الشكل. ما عليا دابا الا ندخلهم للفرن يعني بضعه دقائق، ومن بعد غادي نخرجهم يعني غير باش يذوب شويه داك الجبن اللي كاين في الحشوه ويتماسكوا شي شويه. وصافي كما شفتوها هما عندي واجدين. انا غادي نزينهم بشويه بحبوب الخشخاش او البافو، يعني زينوا بالطريقه اللي حبيتو، اولا ممكن تقدموهم غير هكاك. ومن بعد جبت هاد العويدات هادو الخاصين بالمملحات، هاد العويدات الصغار، وخشيتهم فيهم باش هكا يعني يسهلوا عمليه الاكل بالنسبه للعائله ديالكم او للضيوف ديالكم اللي مالا. فكيعطيو منظر جميل وكيجيو لذاذ لذاذ بزاف وصحيين، لان فيهم خضروات اكيد. ومن بعد يعني المملحات ديالنا من بعد ما وجدوا، هذا هو الشكل ديالهم كما شفتوا، كيجيو جميلين وراقيين. فصراحه يعني الفكره رائعه انكم ديروهم بهذه الطريقه هذه، وراه كيجيو لذاذ بزاف. كيجي داك التوست مقرمش، يعني من بعد ما دخلنا للفران كيجي مقرمش وكيجيو لذاذ لذاذ بزاف. نتمنى انكم تجربوهم، وسهلين ماهلين، راه ما كياخذوش بزاف ديال الوقت، فقط في دقائق، وكيجي الشكل ديالهم جميل وراقي. ممكن انكم تقدموهم يعني في الطاوله ديالكم الرمضانيه العائلة ديالكم، كيعطيو يعني واحد المنظر جميل للطاولة ديالكم. والجميل في هاد المملحة هو انكم غادي تستغلوا حتى دوك الدوائر الصغار، يعني غادي تعمروهم وهكا يجيو عندكم جوج اشكال ديال المملحات فقط بحشوة واحدة، ويعني وباز وحدة اللي هي التوست. فصراحة يعني الفكرة جد رائعة. فانا غادي نفتح لكم وحدة باش تشوفوها لداخل كيفاش كتجي. كتجي صراحة رائعة، وكتجي يعني الحشوة عامرة من الداخل، بما اننا خلينا ديك الخويه في الوسط، وكتجي مقرمشه من التحت كما شفتوا، يعني التحت كيجي مقرمش يعني هكا بما اننا دخلناها للفران. وكما شفتوا يعني ما كتاخذش منا واحد المجهود او لا يعني نديرو عجين او لا شي حاجه، فقط خبز توست كناخذوه وكنستعملوه، وسهل ماهل، يعني خصوصا المراه العامله اللي ما عندهاش وقت انها يعني تحضر مملحات ودير عجين، فهذه تبقى اسهل طريقه انها تقدم مملحات راقيه يعني في الطاوله ديالها الرمضانيه وبسرعه.
بسرعة وما كتاخدش بزاف ديال الوقت. ممكن أن الحشوة ديروا حشوة اللي ما تطيبش مثلا غيطون وجبن يعني، وكذلك ممكن ديروا لهم حتى الحشوة ديال البيتزا مثلا غير لاصوص والجبن، فكيجيو رائعين وكيتقدموا بطريقة اللي هي راقية وكيجي الشكل ديالهم راقي. نتمنى أنكم تجربوهم وتردوا لي الخبر، وكذلك شاركوا معايا الصور في الفيسبوك والانستغرام، هادشي كيفرحني بزاف بزاف. ما تنساوش تدعموني بلي لايك ديالكم، هكا باش تشجعوني اكثر ندير لكم فيديوهات اكثر. كذلك ما تنساوش تبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع العائله ديالكم والاصدقاء، هكا باش نزيدو نكبروا القناه ونزيدو القدام ان شاء الله. واللي مازال ما مشتركش في القناه تشترك بالضغط على الزر الاحمر الموجود تحت الفيديو اللي بحال هذا. كذلك ما تنساوش تفعيل الجرس، لان تفعيل الجرس مهم جدا باش هكا توصلوا بكل ما هو جديد. ونقول لكم باي باي ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المجي. يلا باي باي، بسلامه.